مرحبا بكم متابعي 24 جراد. ما زلنا نتواصل ووصلنا الى فقره مهمه جدا وهي القضيه اللي بنطرحها وبتكون مهمه جدا. اليوم احنا عايزين نتكلم عن ملاريا. اي نعم العالم كله تجاوز فكره الملاريا واصبحت هنالك برامج يعني اعلى من فكره انه هم يحاربوا الملاريا نفسها. لكن مع الأسف الشديد إحنا لسه في السودان عندنا مشكلة كبيرة جدا في الملاريا، وقرينا واحد من الأخبار في الأخبار الخاصة عن في صعوبات بتواجه برنامج الملاريا أو دحر الملاريا في السودان. وطبعا الحاجة دي إحنا ما حنلوم بس وزارة الصحة، يعني إحنا بنلوم وزارة الصحة وبنلوم نفسنا وبنلوم المؤسسات الثانية البلديات وغيرها، لأنه هي عملية تكاملية مفروض إحنا كلنا نشترك فيها. جايين الخريف وجايان المياه الراكدة والناس عارفة بعد ذاك الملاريات والصعوبات اللي بتواجه الناس، خصوصا انه الان الوضع الاقتصادي معقد جدا، كونك انت يعني تضطر تمشي تشتري علاج ملاريا برضو تكون تكلفة جديدة. وان شاء الله ان احنا وانتم سالمين ويعدي علينا الخريف ده على خير من غير ملاريات من غير تكسير. انا سعيدة انه افتح الملف وحيكون مفتوح، يعني احنا ما حنوقف الكلام فيه. قضية هذا المساء عقبات توجب التدخل اللازم لدحر الملاريا في السودان. معنا داخل الاستوديو دكتور صخر بدوي مدير المتابعة والتقييم ومشروعات تنفيذ الملاريا من المنحة العالمية للملاريا. أهلا بك ومرحبا، وإن شاء الله ربنا يعيني ويعينك على الحوار القادم. الله يبارك فيك أستاذة ميسون، مرحب بك ومرحب بكل مشاهدي سودانية 24 ومرحب أهلنا في السودان الحبيب. أهلا وسهلا. طبعا الملاريا كبرنامج لمكافحتها هنالك دعامات عالمية بتجي، الدعامات العالمية دي بتجي لوزارة الصحة لكن بتجي لقسم محدد، ما بتجي لكل الوزارة، ما أي شخص مفروض يستلم هذه الدعومات. عايزين نتكلم عن قسم أو وحدة تنفيذ البرامج للصحة الدولية اللي موجود في وزارة الصحة الاتحادية. هي وحدة تسمى وحدة تنفيذ البرامج، نعم. وهي مسؤولة من إدارة منحة الملاريا ومنحة تقوية النظام الصحي، نعم. هي منح بتجي من ما يسمى بصندوق الدعم العالمي، صندوق هو بتدعم عدة دول في العالم، نعم. المنح دي بتجي بعد خطط بتوضع مسبقة بتضع وزارة الصحة بالتشاور مع الولايات وكل الشركاء بتاعين الملاريا في السودان، بتوضع خطة لمدة سنتين لثلاث سنوات، وبناء على الخطة دي بيصدق المانحين على المنحة. نعم. قيمة المنحة بتجي وفق الخطة الموضوعة، ويفترض تصرف وفق الخطة الموضوعة. نعم. الخطة بتوضع وفق ما يسمى باستراتيجية مكافحة الملاريا، وهذه استراتيجية بتاعت الملاريا في بتاعت وزارة الصحة، وبرضو وضعت بواسطة خبراء، نعم. وشركاء، نعم. يعني الشكر لصندوق الدعم العالمي وكل الشركاء اللي بيدعموا الملاريا على مدى سنين طويلة جدا جدا، نعم. الدعم بيشمل، نعم. التشخيص والعلاج، وبيشمل المكافحة المتكاملة للناقل، وبيشمل التسقيف الصحي، نعم. وكل أنشطة مكافحة الملاريا. دكتور صخر، انت تكلمت لنا يعني تحت الهواء انه الدعومات اللي بتجي كبيرة، لكن الاحتياج لتوزيع يعني مزيد من الخطط اكبر من الدعومات اللي بتجينا، فعايزين نعرف خططكم شنو عشان تعملوا توازن، لانه في الفتره اللي فاتت احنا زمان ما كنا كثير بنسمع انه الملاريا بتقتل، يعني يمكن قبل خالص كان الناس بتسمع، لكن جات فتره الملاريا بتجي وبتعدي، لكن في الفتره الاخيره بقينا نسمع انه في وفيات بالملاريا. ما قال لنا الكلام تحت الهواء بتستغلها عشان يكون مالها مباشره. صحفيه لازم. فعلا الملاريا يعني محتاجه لجهود كبيره جدا. نعم. جهود بشرية، نعم. وجهود مادية وجهود بنيات تحتية، نعم. فالملاريا زي ما قال وزير الصحة وفقا للاستراتيجية القومية لمكافحة الملاريا، نعم. محتاجين لحوالي 120 مليون كل سنة دولار 120 مليون دولار، نعم. دي وفق الخطة المعدة لمكافحة الملاريا، نعم. فحاليا الفجوة كبيرة جدا في مانحين صندوق دعم الملاريا، نعم. ده مانح كبير جدا جدا بدعم الملاريا برضو، لكن ما زالت هنالك فجوة، نعم.
بيتوفر الدواء، بيتوفر التشخيص أو معدات التشخيص للملاريا وبعض الأنشطة بتاعت المكافحة. الحكومة بتقوم بمجهود مقدر وبدعومات في مكافحة الملاريا، لكن ما زال الفجوة كبيرة. نعم. محتاجة لتضافر كل الجهود وكل الشركاء. نعم. إحنا معنا عبر الهاتف يا دكتور صخرة دكتور رشيد محمد علي أحمد، منسق الشراكة في البرنامج القومي لمكافحة الملاريا، مكافحة الأمراض السارية. مساء الخير عليك. المشهور بالرشيد شراكة. المشهور بالرشيد شراكة. أهلا بك دكتور رشيد. عليكم السلام ورحمة. طبعا نحن بنتكلم عن الملاريا، ومع الأسف الشديد يعني إحنا إلى الآن عندنا معاناة كبيرة جدا، ومش بنتكلم عن الأطراف يعني، حتى في العاصمة وفي قلبها وحتى على المستوى الشخصي يعني إحنا بتتم إصابتنا بالملاريا في مواسم المعروفة. فعايزين نعرف العقبات اللي بتواجهكم لدحر الملاريا مجتمعيا. طيب أولا شكرا لكم في سودانية 24، والتحية لكل مشاهديكم الكرام. نحن طبعا كنا في يوم من الايام ندرس كنموذج لدحر الملاريا في اقليم شرق البحر الابيض المتوسط. نعم. واقليم افريقيا. نعم. والملاريا دي زي الياي، الياي اذا انت ضغطت عليه ما بيطلع، لكن لو رخيت بيبدا يطلع. فنحن زي حصلتنا رخوه بسيطه نتيجه لانه في ظروف يعني بتاعت عمل ما مواتية، كان في تغيير في السياسات. نعم. كان في جوانب بتاعت العمل ككل للدولة، ونحترف أنه يا داب دارين نبدأ من جديد للسيرة الأولى، وإن شاء الله نكون عايدين بها بقوة. نعم. وده بدأ من أول أمس اجتمعنا مع مدراء الملاريا في كل السودان. نعم. يعني لنا 5 سنين ما لقيناهم، وبدأنا نضع في خطط وبرامج واقعية. نعم. لتغليل الفجوة، وحتبدا فورا. والوزير امس في الاحتفال باليوم العالمي لدحر الملاريا. نعم. ابدا التزام سياسي حقيقي، يعني نحن اول مرة نسمع لفترة طويلة انه يكون في التزام بست فجوة. عندنا فجوة في الدواء. نعم. حيسدها من المكون المحلي للدولة، وكذلك الشركاء بدوا ياتوا ويطرقوا بابنا. نعم. وانا هنا اشكر كل الشركاء في المنظمات الدوليه والتطوعيه. نعم. والمحليه العالميه والقطاع الخاص، هم الان بدوا عشان يبدوا معانا ونمشي الولايات معاهم عشان نعيد بناء المؤسسه والتدريب لكل الولايات. نعم. فنحن نحترف انه. نعم. سنبدا سد الفجوه، لكن يجدر بي ان اطلب من المواطنين ان يقفوا معنا، لانه نحن في وزاره الصحه وحدنا لا نغوى على دحر الملاريا. صحيح. المجتمع له دور اساسي، نحن بنوزع ناموسيات من بيت لبيت في 13 ولايه. اي فرد بياخذ بعداله تامه، لكن عندنا مشكله الناس في استخدام الناموسيات السليم، يعني الناس استخدموها ينوموا فيها في الوقت الملازم. نعم. الملائم، عندنا دواء مجان في المؤسسات الصحيه. نعم. الناس يعني ما بحافظوا على المكتسبات. نعم. مفروض ما يسرب، مفروض. نعم. ما ياخذوه الا يعملوا الفحص السليم، فهي. نعم. عمليه بتاع الادوار متكامله. نعم، بالتاكيد هي ادوار متكامله، ونحن في اطار التكامل ده يعني هنضم صوتنا لصوتكم. شكرا جزيلا دكتور الرشيد محمد علي احمد، منسق الشراكه في البرنامج القومي لمكافحة الملاريا ومكافحة الأمراض السارية. شكرا لهذه المحادثة معك، وبالتأكيد نحن حنلجأ لك في مرات قادمة. نحن بنعود لك دكتور صخر، هو تكلم عن الجانب السياسي، لكن أيضا من المعيقات اللي ممكن نحن نتكلم عنها جائحة كورونا، هل كان لها تأثير في برنامج دحر الملاريا؟ بالتأكيد جائحة كورونا أثرت على الحياة العامة في كل العالم. نعم. وبالتأكيد أثرت على برنامج مكافحة الملاريا. نعم. أثرت على عدة مستويات. أولا الكادر الصحي نفسه يعني تأثر تماما بالإصابات وسط الكوادر الصحية، سواء كان ممرضين أو مساعدين طبيين أو أطباء. هم في نفسهم أصيبوا
وبعضهم كان مخالطين لناس أصيبوا. نعم. فدي قللت عدد الكوادر الطبية اللي بتقدم الخدمات بتاعة الملاريا. نعم. دي واحدة من الحاجات. نعم. الحاجة الثانية تنفيذ الأنشطة بتاعة مكافحة الملاريا برضو اتأثرت. لأنه احترازات كورونا حددت نوعية محددة للأنشطة وضوابط بتمنع تنفيذ أنشطة كبيرة جدا، خاصة الأنشطة اللي فيها التجمعات زي التسقيف الصحي الجماهيري وكذا. نعم. فدي كلها أنشطة ما كان ممكن تنفذ أثناء. نعم. طيب المانحين قلت المنح بتاعتهم نتيجة كورونا زي مثلا منظمة الصحة العالمية وتوجيه كل الجهود لمكافحة هو فعلا الجائحة. الناس كان كلها اتجهت نحو كورونا، طبعا هي ترتيب أولويات. وفي وقتها جائحة كورونا هي كانت أولوية قصوى لكل العالم، عشان كده كل الجهود اتضافرت واتجهت لمكافحة كورونا. نعم. ودي أثرت فعلا على الملاريا، يعني بعض المانحين أو الشركاء اللي بيدعموا الملاريا أو بيشاركوا في أنشطة. نعم. الملاريا حولوا جهودهم لمكافحة جائحة كورونا. نعم. طيب الفساد ممكن نتكلم عنه، هل هنالك فساد؟ لأنه هو أتكلم عن أنه في ناموسيات بتتوزع، دكتور رشيد، عن أنه في ناموسيات بتتوزع في 13 ولاية مجاني، هل بيتم بيع الناموسيات وتتوجه لغير يعني الخدمة المراد بها؟ نحن ما حقيقة أنا هي ما اتهامات، احنا بس عايزين نحكي الوضع كامل، يعني لماذا هنالك قصور في دحر الملاريا في السودان؟ بالتأكيد أي مشكلة مجتمعية هنالك فساد، يعني هنالك تقصير. أنا ما داير استخدم كلمة فساد، لكن داير استخدم كلمة قلة الوعي. فالمواطنين ما عندهم الوعي الكافي. نعم. إنهم استخدموا الناموسية. نعم. وما عندهم المعرفة الكافية لاستخدام الناموسية وأهميتها. نعم. فعلا بنلقى بعض المواطنين قد يكون بيستخدموا الناموسية لأغراض تانية. نعم. غير طيب العلاج المجاني ما بيتم بيعه، إعادة بيعه؟ هو مفروض ما رصدتوا حالات زي دي؟ العلاج المجاني مفروض يوزع مجانا. نعم. صندوق الدعم العالمي بيدعم السودان. صحيح. في السنة تقريبا بيتم شراء حوالي 7 مليون جرعة. نعم. بتاعت ملاريا. نعم. وبتوزع الدواء ده لحد المؤسسات الصحية. نعم. السودان فيه حوالي 6000 مركز صحي ومستشفى ووحدة. نعم. صحية. نعم. فصعب متابعة 6000 وحدة، يعني صحيح. إذا كان من الاتحادية الناس بيطلعوا إشراف ممكن يمشوا يزوروا 30 أو 40. صحيح. أو من الولاية إذا طلعوا للمؤسسات الصحية ممكن يزوروا 30 أو 40. نعم. في كل ولاية. إحنا فمن بنتمنى إنه الجهود تمشي للأماكن الموجهة لها، لأنه بالتأكيد إحنا لما نسمع هنالك أشياء مجانية بنخط يعني تهمة الفساد، يعني ونتمنى إنه يعني الناس يعني ما تفسد فيما يخص صحة الإنسان. يعني كل شيء معقول، لكن الفرصة دي وبوجه رسالة للمواطنين، يعني الناس تكون حريصة إنه هو الدواء مجاني. نعم. تكون حريصة إنه الدواء ده يكون يوزع مجاني وما يطلع برا. نعم. القنوات بتاعته. أشكر لك دكتور صخر بدوي سعة الصدر وحضورك معنا عبر 24 جراد للحديث عن العقبات اللي بتواجه دحر الملاريا في السودان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مايسترو، وشكرا للمشاهدين. نعم، شكرا جزيلا دكتور صخر بدوي مدير المتابعة والتقييم في مشروعات تنفيذ الملاريا، المنحة العالمية للملاريا. احنا بنتواصل معكم متابعينا، فاصل قصير ومن بعده نعود مرة أخرى، كنوا معنا.